حينما تفهم على الله سر وجودك في الدنيا تصبر، حينما تعلم علم اليقين أنك مخلوق للجنة وأن الحياة الدنيا إعداد لها تصبر، حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق تصبر، حينما تعلم أن الله حكيم تصبر، حينما تعلم أن الله عليم تصبر، حينما تعلم أن الله عادل تصبر. أنت حينما تؤمن بوجود الله أولا وبعلمه لا يخفى عليه شيء، وبعدله وبحكمته وبرحمته وخبرته بما خلق تصبر. أما الذي لا يصبر هناك خلل في فهمه، خلل في عقيدته، خلل في إيمانه، خلل في معرفته لسر وجوده. الصبر محصلة أشياء كثيرة، الصبر محصلة تماماً كما لو كنت إنساناً راشداً عاقلاً بالغاً وأنت عند طبيب أسنان وضعف القلب لا سمح الله ولا قدر لا يسمح بالمخدر، ولا بد من قلع هذا الدرس، ألم مستمر والقلب لا يحتمل المخدر والطبيب أقنعك، لذلك تتمسك بالمقعد وتصبر. لماذا تصبر؟ لأنك تعلم أنه لا بد من قلع هذا السن. ولماذا تصبر؟ لأنك تعلم أن المخدر لا يناسبك. ولماذا تصبر؟ لأن هذا الطبيب في أعلى مستوى، إذن تصبر. أما لو أن طفلاً صغيراً أردنا أن نخلع أو أن نقلع أو أن نزيل سنه يبكي ويتحرك ويصدر حركات غير معقولة وقد يتفلت لسانه بكلمات غير معقولة للطبيب لأنه جاهل. إذن الذي لا يصبر جاهل، الذي لا يصبر جاهل، والذي يصبر على حد أدنى من معرفة الله. الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، كل إنسان بالإكرام يميل قلبه لمن أكرمه، لكن متى يظهر الولاء الحقيقي؟ متى يظهر الحب الحقيقي؟ والله وإن فتتوا في حبهم كذبي باق على حبهم راض بما فعل. علامة الحب الصبر، أما العطاء لا يولد محبة، يولد منفعة. لذلك هناك عبيد إحسان وليس هناك عبيد امتحان. يعني لك صديق غني وكل يوم بمطعم، إكرامه منقطع النظير، تحبه أنت لأنه تأتيك من قبله مزايا كثيرة. لو أن مرة لم يقدم لك شيئا فانصرفت عنه، إذا أنت لا تحبه، أنت تحب نفسك. فهذا اليوم الذي قطع عنك العطاء انصرفت عنه لأنك تحب نفسك. يعني يمكن أن يلخص الإيمان بالصبر، لأنه هو الإيمان كله معرفة بالله وضبط الشهوات. ضبط الإيمان ضبط، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة، بس مو قنوات، قناة واحدة. المرأة في الزواج فقط، المال في كسب الحلال فقط، العلو في الأرض شهوة بطاعة الله وبطلب العلم لا بإيذاء الناس ولا ابتزاز أموالهم. فقضية الصبر قضية مركزية في الدين. الصبر ضبط، المؤمن منضبط، منضبط بمنهج الله. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. يعني معقول الفرنجة حينما فتحوا القدس أن يقتلوا 70,000 إنسان؟ والذي ترونه الآن وتسمعون به قتل بلا تمييز، قتل بلا سبب، موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. فلذلك أنت مكلف أن تنضبط بالإيمان. الفرنجة ذبحوا 70,000 مسلم في القدس بيومين، فلما فتح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى القدس لم يسفك قطرة دم واحدة. ما بيقدر، لأنه ما بيقدر، مقيد، الإيمان قيده، ما بيقدر. الإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله. أيها الإخوة، الصبر في اللغة الحبس والكف،
الصبر حبس اللسان والقلب والنفس والجوارح عن التشكي والجزع والتسخط والتذمر. وبين قوسين لو أفضنا في هذا الموضوع لأننا في هذه الأيام في أمس الحاجة إليه. والله مصائب كالجبال، والله محن لا تقوى على حملها الجبال، والمسلمون مبتلون الآن أشد أنواع البلاء. فلا بد من فهم حقيقة الصبر. الصبر الثبات مع الله. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات مع الله، تلقي البلاء بالترحيب والدعاء، هذا قرار الله عز وجل. هذه الشدة إرادة الله عز وجل. الذي يحب الآخر يحترم إرادته، الذي يحب الآخر يحترم فعله. الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. هذه بعض أقوال العلماء في شأن الصبر. الصبر بالقرآن ورد في 90 موضع. قال بعض العلماء الصبر من لوازم العلم بأسماء الله وصفاته. إن علمت حقيقة أن الله رحيم، وأن الله حكيم، وأن الله قدير، وأن الله عدل، وأن الله خبير، وأنك مخلوق للجنة، وأن الدنيا دار ممر، وأن الدنيا لا شأن لها عند الله، ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، من لوازم العلم بأسماء الله تعالى أن تصبر. الصبر يدل على صدق مراقبة العبد لله عز وجل. الصبر يدل على إيمان العبد بالقضاء والقدر، يعني من علامات الإيمان بالقضاء والقدر أن تصبر. الصدق توحيد الله بأسمائه العليم والحكيم والخبير والبصير، أنت حينما تؤمن أن الله يقدر المحن والبلاء كيفما يشاء وهو يعلم وأنت لا تعلم، يعني لا تنصب نفسك محلل لكل أفعال الله، قل لا أعلم، نحن في محنة شديدة، ما الحكمة منها؟ والله لا أعلم، أنا أعلم أن المحن كلها رسالة من الله، أن يا عبدي غير، غير حتى أغير. هذا ورد بآيات كثيرة. والمصائب تقريب من الله، والمصائب تطهير، والمصائب تزكية، والمصائب تحذير، والمصائب دفع إلى باب الله عز وجل. الله وحده يعلم ما هو أفضل لحال المؤمن. يعني في إنسان يسوقه الله إليه بالشدائد، في إنسان بالرخاء، في إنسان يعزه فيستحي من الله فيقبل عليه، في إنسان يضيق عليه. هو الخبير يعلم وأنت لا تعلم. يعني أنت مع طبيب من بني البشر لأنه كاتب على اللوحة بورد من دولة عظمى، بتلاقي مستسلم، خذ هذا الدواء، حاضر، حلل بتحلل، صور بتصور، ولا كلمة ولا اعتراض لأنه كاتب بورد. الإله العظيم كل هذا الكون يشهد له بعلم وحكمة وقدرة وعدل، ألا تستسلم له؟ ألا تقول يا ربي أنا راضي، راضي كيفما فعلت بي؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن أن يقول إنسان دعاء أبلغ من هذا الدعاء. بالطائف قال له يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنا لا أصدق أنه في تاريخ الإسلام كله مرت فترة المسلمون هينون على العالم كله كهذه الفترة. يعني إذا كان قتل واحد منهم أو مات واحد اليوم، نحن بالمئات بالألوف، ما لنا قيمة أبدا. يا ربي إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس،
يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لكن يا رب إذا كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي لك العتبة حتى تموت، وإن كانت هذه الشدة لا علاقة لها بغضبك ورضاك فأنا راض بهذا، لكن الأدب التام لكن عافيتك أوسع به. ما من دعاء ينطبق على المسلمين اليوم كهذا الدعاء. تعويض 270 راكب، كل راكب 500 مليون ليرة ديته، 270 راكب ضرب 500 مليون، أما كل 1000 كل 100 لك 30 70 150 60 كله ببلاش ولا قرش ما في. هذا الهوان على الله. أما لئلا تعتبوا على الله هان أمر الله علينا فهن على الله. يعني في بلد ناحي الشرق ألغيت كلية الشريعة وسمح بالبرامج الساقطة المستوردة، وقال أنا أراها، أنا وحفيداتي أراها. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. برنامج غنائي، مغنيتان يتنافسان على المرتبة الأولى، 86 مليون اتصال للعالم العربي والإسلامي، وكلفة هذه الاتصالات بمليارات الليرات. لذلك قال وزير حرب العدو، قال مشكلتنا ليست مع المسلمين، إذا الحمد لله مشكلتنا مع الإسلام بس مو مع المسلمين، المسلمين انتهوا. أضع بين أيديكم حقائق يدمى لها القلب. ألا ينبغي أن يرى الله منا اهتماماً بأمره، تعظيماً لشرائعه، تعظيماً لشعائره، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة، الصبر بالقرآن الكريم ورد في 7 أوجه. الوجه الأول الأمر به والنهي عن ضده. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ملمح لطيف بالصبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام لتعتذر، لم تجد عنده من يمنعها من الدخول، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن بعد الصدمة الأولى لا بد من أن نصبر شئنا أم أبينا. يعني شو بتساوي؟ واحد عنده ابن توفاه الله، شو بتساوي؟ يعني مات وخلص. هو الصبر حاصل لكن بعد الصدمة الأولى، لكن لا تكون صابرا إلا إذا صبرت عند الصدمة الأولى، عند أول خبر يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الشكر. بعدين في ملمح ثاني أيها الإخوة، ممنوع منعا باتا أن تتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والله أحيانا يأتي الموت رحمة، يعني إنسان فقد قدراته، فقد حركته، أصابه شلل، ضعفت ذاكرته، فقد وعيه، صار عبء، ما من شيء أرحم له من الموت. كنت أسمع شريطا لخطيب توفي رحمه الله، كان يقول اللهم من أراد بي سوءا في هذا المسجد فأصبه بعمى في عينيه وشلل في يديه وسرطان في دمه حتى يتمنى الموت فلا يجده. يعني أحياناً الموت يأتي رحمة، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الآن بنت النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فأشهدنا، يعني تعال إلينا. فأرسل النبي يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من الصحابة رضي الله عنهم. فرفع ابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع تنازع يعني، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا الصبر لا يتنافى مع الحزن، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وفي رواية: كان هذا الساحر أو الكاهن يتكهن للملك، يقدم له غطاء إيديولوجي في التعبير المعاصر، متواطئ مع الملك. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، في طريق الغلام إلى الساحر راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. الراهب يمثل الدين السماوي، أما الملك متأله، والذي يقنع الناس بأنه إله الساحر، لكن الساحر ما له قناعة أن هذا الملك إله، التعبير الشعبي على هامان يا فرعون، لكنه يقنع الناس أن هذا الملك إله. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر قل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني وحش وقف على مداخل بلدة وحبس الناس عن الخروج، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. إذا كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة يا رب، يعني أعني على قتلها. فلما رماها قتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل منه، يعني رأى على يديه كرامة، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس الملك وكان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإذا آمنت بالله تعالى دعوت لك فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام
فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جيء بالغلام. القصة رواها النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة تفسر آية في الكتاب، أتلوها عليكم بعد قليل. قيل للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، يعني في قارب، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. الملك احتار، طيب كيف يقتله؟ فقال هذا الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني في أعلى جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل باسم رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الحقيقة وقع بمطب كبير، الملك ما انتبه، بس جمع الناس جميعا في ساحة كبيرة وأخذ سهم من جعبة الغلام، طبعا صلب الغلام ووضعه في قوسه وقال باسم رب الغلام فقتله. فآمن الناس جميعا برب الغلام. يعني هذا الحديث أحيانا يستخدم كدليل على الأعمال الاستشهادية. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت أي شقت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمي اصبري إنك على حق. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ومعركة الحق والباطل قديمة قدم الإنسان، ولا تزال مستمرة إلى نهاية الدوران. الوجه الثاني من وجوه الصبر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهله وبين محبته لهم ومعيته لهم، فقال تعالى: الذين يقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الطهور شطر الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى الصبر،
لكن الصبر الإيجابي لا الصبر السلبي. الصبر الإيجابي أن يبلغ سعيك أقصى، ثم حيث انتهى بك السعي تصبر، لا أن تقعد ولا تتحرك ولا تعمل شيئاً، ولا تحمل هم المسلمين، ولا تسهم بشيء في خدمة المسلمين وتقول أنا صابر. لا، الصبر السلبي ألا تفعل شيئاً وتصبر، أما الصبر الإيجابي أن تفعل كل ما تستطيع، وحيثما انتهى بك الفعل والسعي فاصبر. لا يقبل منا إلا هذا الصبر الثاني، الصبر الإيجابي. أما أن تصبر دون أن تفعل شيئاً، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. وللدرس تتمة إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.